بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى السنوية الأولى لشهادة الفقيه الكبير آية الله نمر باقر النمر، نتوقف هنا وفي هذا الاحتفال المبارك من أجل أن نجدد أرواحنا وروحياتنا ونجدد عهدنا على المسير والمضي في الدرب الذي سار عليه شهيدنا العظيم. الشهيد رحل راضيا مرضيا مغفورا له مع الشهداء والأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، لكننا بقينا نحن نحمل رأيته ورسالته ونحاول أن نؤدي هذه الأمانة التي حملنا إياها. وتبقى مسألة مهمة يجب أن نركز عليها جميعا، وهي قضية جثمانه المغيب وجثمان باقي الشهداء الأبرار الذين لم يسلموا إلى أهاليهم. 7 جثمان لم تسلم إلى أهاليهم إلى يومنا هذا، فمن حق الشهيد ومن حق عائلته وأهله ومحبيه أن يستلموا جثمانه وأن يقيموا مراسم الإسلام عليها حتى يودعوه في ملحودته ليكون مستقرا آمنا يتوجه إليه محبوه من أجل أن يجددوا العهد معه على المسير في هذا الطريق وفي هذا الدرب، ومن أجل أن يحترم وينال المكان المناسب عند الله سبحانه وتعالى. هو شهيدا مبرور، وعند الناس يجب أن يكون شهيدا مقدرا في مكانه ومثواه الأخير. لذلك نهيب بجماهيرنا في كل مكان ضرورة المطالبة والتركيز على ذلك. عليهم رسالتين مهمتين، الأولى السير على نهجه والمطالبة بما كان يطالب، والثانية المطالبة باحترامه وإعطائه المكان اللائق، وعلى رأسها المطالبة بجثمانه الشريف.